متابعونا في كل مكان، هذه انطلاقة شوطنا 17 ضمن هذه الانطلاقات، وهذا الشوط هو مخصص لهذا السن، سن اللقاية. طبعا هذا اليوم هو لسن اللقاية، ولكن هذه الفئة أو هذه الفئة هي فئة البكار. هذا الشوط العام 17 نتواصل وإياكم مع المقدمة ونتعرف وإياكم على المركز الأول ومن تحتل المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الأول والقيادة في هذه اللحظة مع انتصار سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي مع المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، ومن تتواجد هنا على المركز الثاني يتواجد هنا مشاهدين الكرام راهية سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت المري، هذا هو شعار الوعب اللي شاهدناه قبل لحظات. نعم شعار الوعب هنا يشارك في هذه اللحظات على ظهر راهية سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت. والمركز الثالث وصول وتقدم من قرموشة، تعود ملكية قرموشة لمالكها محمد بن راشد الجفالي النعيمي، ولكن دخول ملحوظ في هذه اللحظات من قبل الصيفي، تعود ملكيتها لسالم بن عبد الله بن علي الفهيدة المري من غيرت الصيفي واحتلت المركز الثالث المركز الرابع. تصل على المركز الرابع زهرة، تعود ملكيتها لعامر بن راشد بن سعيد آل بريص المري. وعلى المركز الخامس التقدم على المركز الخامس في هذه اللحظات من قبل شواهين ناصر بن مسلم بالزفنة العامري. هذه النتيجة أيها الإخوة المتابعون في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى المقدمة وإلى الصدارة. هنا راهية من تحتل المركز الأول، راهية لسالم بن عبد الله بن سعيد آل بخيت، هذا هو شعار الوعب، يحتل المركز الأول بقيادة هذا الانطلاق وبالمركز الأول. يا سلام، يلا يا راعي راهية، نبغي عرض ونبغي أداء نفس ما شاهدناه قبل لحظات. نعم كان الوعب قدم عرض مميز قبل لحظات، وأيضا عرض أيضا شاهده الجميع، يعني ما شاء الله تبارك الله. وهذه راهية اختف العزبة ونفس الشعار ونفس المالك هنا مع المركز الأول. يا سلام الله، ولكن الأمور هنا على المركز الثاني خطيرة للغاية مع انتصار تريد الانتصار هنا في ميدان التحدي مع مالكها سيف بن مبارك المزروعي مع المركز الثاني. ولكن شوفوا البطين، شوفوا شعار البطين هنا مع المركز الأول مع الصيفي سالم بن عبد الله ألف هيدا المري من غيرت الصيفي في هذه اللحظات وانتقلت بدورها إلى المركز الأول. الله يا الصيفي، يا سلام يا سلام على انطلاقة الصيفي وتحركاته في هذه اللحظات. هنا تحتل المركز الأول المركز الثاني، وصول انتصار لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. وعلى المركز الثالث وصلت هنا وتحتل المركز الثالث هنا راهية، تعود ملكية راهية لمالكها سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت. وعلى المركز الرابع تصل على المركز الرابع هنا شقرة ناصر بن جابر بن عبيد السناري على المركز الرابع. ولكن يا سلام يا سلام، دخول وتسلل في هذه اللحظات. شوفوا الدخول الملحوظ هنا، العمالة طالب بن حمد بن علي البطين المري. وعلى المركز الخامس هنا كذلك تحركات وتقدم من راهية جابر بن محمد بن جابر الجربوعي المري على المركز الخامس. نعود وإياكم، يا سلام المقدمة والصدارة. الله، شوفوا المركز الأول، شوفوا المركز الأول والمقدمة هناك مع انتصار سيف بن مبارك المزروعي مع انتصار. يا سلام، هذه انتصار مع المركز الأول ومع قيادة هذا الشوط. يا سلام، انتصار البطين هنا على المركز الثاني. هنا تحركات من العمالة طالب بن حمد البطين البري على المركز الثاني، ولكن انتصار اللحظات الأخيرة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. انتصار مع المركز الأول سيف بن مبارك المزروع
الدفاعي، ولكن الوضع خطير، الوضع خطير للغاية. شوف اللي وصلت، شوف اللي قادمة، شوف اللي واصلة. يا سلام أفعال سعد بن محمد بن علي ألف هيدا هنا مع المركز الأول، مع المركز الأول. الله بن بعيران، بن بعيران مع المركز الأول ومع القيادة. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه أفعال سعد بن محمد بن علي ألف هيدا. المري نهني على انتزاع أفعال بالمركز الأول، المركز الثاني. المركز الثاني كان الدخول جماعيا، ولكن ننتقل إلى المركز الرابع. بنشوف مع التوقيت الزمني. المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، وصلت فيه العمالة لطالب بن حمد البطين للمري. أما المركز الخامس، وصلت على المركز الخامس الشبلة لكردي بن جاسم بن كردي المنخس المري. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شاهدنا وإياكم هذه الانطلاقة، وشاهدنا وإياكم نتيجة هذا الشوط. أفعال هي من فازت معنا بهذا الشوط، سعد بن محمد بن علي ألف هيدا المري. هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية، قاطعة المسافة في زمن وغدرة 6 دقائق 37 ثانية، 49 جزء من الثانية. هذا هو توقيت أفعال سعد بن محمد بن علي ألف هيدا المري. نهنيه على هذا الناموس. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، 6 دقائق 39 ثانية، 37 جزء من الثانية. هذا هو توقيت انتصار. نعم، هي من انتصرت بالمركز الثاني، سيف بن مبارك المزروعي. نهنيه على انتزاعه بالمركز الثاني. أما المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام، المركز الثالث هذا هو شعار الزعبي بلا شك، ولكن نتحقق من الاسم. إذن هذا شعار سعيد بن بطي الزعبي على كل حال، ولكن لم تتضح لنا رؤية رقمها. إذن حملة رقم 26، حملة رقم 26 اسمها انتصار لمحمد بن حمد بن راشد العذبة البري. 6 دقائق 39 ثانية، 43 جزءا من الثانية. هذا هو كان التوقيت الزمني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.